السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، نحييكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. وصول سفينة جلالة الملك ينبع إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وتحمل سعوديين ورعايا عدة دول قادمين من السودان. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الياباني الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان. أهلا بكم. أعلنت الخارجية وصول سفينة جلالة الملك ينبع إلى محافظة جدة وعلى متنها 10 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 189 شخصا من الجنسيات التالية: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا وقطر وسوريا وهولندا والعراق وتركيا وتنزانيا ولبنان وليبيا. وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من أجلوا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصا، 100 مواطن واحد، وكذلك 255 شخصا ينتمون ل 26 جنسية. الملك فيصل البحرية اليوم 199 قادما تم إجلاؤهم من السودان إلى هنا إلى محافظة جدة، وبالتحديد على سفينة جلالة الملك ينبع التي تأتي إلى محافظة جدة وتقل 199 شخصا. يتم التنسيق بين وزارة الخارجية وكافة القناصل الموجودين هنا في لاستقبال الرعاية، ومن ثم نقلهم إلى فنادق في محافظة جدة، ومن ثم الانتقال والترتيب إلى عودتهم لبلادهم بسلام آمنين. 5 سفن أجلت ما يزيد عن 380 شخصا من السودان إلى محافظة جدة من أكثر من 14 دولة قادمين من السودان. حب عيد بيانة الرئيس بايدن بيوم السبت، ونشكر المملكة العربية السعودية، وأيضا نشكر شركائنا وأصحابنا هون بالمملكة لكل مساعداتهم للأمريكان واصلين اليوم. الجهات الحكومية تواجدت مبكرا لاستقبال الرعايا القادمين من السودان بجانب الجهات الإعلامية المحلية والدولية. صراحة موقف هذا لا ينسى وليس بعيد عن المملكة العربية السعودية، وننتظر الآن وصول 104 من الجالية الليبية العريقين بالسودان إلى ميناء جدة، ومن ثم نقلهم إن شاء الله يوم الغد إلى بلادهم في ليبيا. وصلت سفينة جلالة الملك ينبع إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، والاستعدادات قائمة حتى كتابة هذا التقرير لاستقبال الرعايا الذين تم إجلاؤهم. خالد المطرفي، جدة. أقوى جواز بالعالم هذا الوطن، أقوى جواز بالعالم جوازنا، اللي يحمل جواز لا يخاف على عمره. وللمزيد حول وصول سفينة جلالة الملك ينبع ينضم إلينا هاتفيا الباحث السياسي الدكتور فواز كاسب. أهلا بك دكتور فواز معنا في هذه النشرة. تابعت بالتأكيد وصول سفينة جلالة الملك ينبع، وهي السفينة الخامسة التي وصلت قبل ساعة من الآن تقريبا إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، تأتي في إطار إجلاء الرعايا السعوديين والأجانب. ماذا يمثل هذا الموقف من المملكة العربية السعودية؟ بداية تحية طيبة لك وللمشاهدين والمستمعين. بدون شك مثل هذه العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة ممثلة بالقوات الجوية، أو ما قامت به القوات البحرية الملكية السعودية في مثل هذه العمليات التي والله الحمد لمسنا كل الاحترافية والدقة والعمل العسكري الإنساني، نفتخر به نحن في المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بغريب على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مثل هذه المواقف. المملكة العربية السعودية ولله الحمد قدمت وما زالت تقدم، ولدينا من التاريخ الذي نفتخر ونتفاخر به. القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الغربي وأيضا
قيادة القاعدة الملك فيصل قامت بإجلاء العالقين في السودان الشقيقة، والتي نشر الله سبحانه وتعالى أن تنفرج هذه الأزمة ويعود السودان الشقيق كما كان. الحقيقة 5 سفن أجلت تقريبا 300 من الرعاية الدبلوماسيين والطلبة في مختلف 24 دولة شقيقة وأيضا صديقة. المملكة العربية السعودية عندما فتحت سفارتها في الخرطوم لجميع الدول سواء كانت دول عربية أو غير عربية، هذا يعكس ولله الحمد قوة المملكة وقدرتها على التكيف مع هذه المواقف التي فعلا تحتاج إلى إبراز المعلومات وتحليل المعلومات واستخدام المعلومات. هناك مؤشرات كانت قبل أن تندلع العمليات العسكرية التي حدثت في الخرطوم، ترتبت هناك عدة تجهيزات خاصة من قبل وزارة الخارجية بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الوزارات، وزارة الدفاع وبعض الوزارات المعنية ووزارة الإعلام إلى مثل هذا العمل. تواجد الرعاية في ميناء بورسعيد في السودان، وتم إجلاءهم على سفينة على سفن جلالة الملك إلى جدة، هذا يعكس أن هناك ولله الحمد تدريب عالي الدقة للجاهزية والاستعدادية للقوات البحرية الملكية السعودية، ليست فقط مقصورة على حماية الحدود وأيضا مراقبة السفن والملاحة وأمن المنشآت، وإنما هذا يعكس ولله الحمد أن هناك في تدريب قامت به القوات البحرية الملكية السعودية على مثل هذه الأعمال الإنسانية. وهذه رسالة أيضا تتكرر كما قامت به المملكة العربية السعودية من إجلاء الصحفيين المتعلق الذين علقوا في صنعاء أو في اليمن. اليوم يتكرر خلال هذه الأسابيع تتكرر مثل هذه العمليات، وما زالت هذه العمليات صحيح. سارية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكلل بالنجاح. نعم، إذن مواقف ثابتة للمملكة العربية السعودية، المواقف الإنسانية تأتي أولا فوق كل الاعتبارات من خلال صحيح. الأعداد التي وصلت وتم إجلاؤهم ووصولهم إلى ميناء إلى المملكة العربية السعودية لجدة بالتحديد، في السفينة التي وصلت اليوم 10 مواطنين فقط من إجمالي أكثر من 189 شخص يمثلون جنسيات أخرى، الإجمالي أيضا في من تم إجلاؤهم نجد أن عدد المواطنين لا يزيد عن 1/3 من مجموع الرعاية الذين تم إجلاؤهم من السودان. هذا يمثل الثقة التي تجدها المملكة العربية السعودية لدى جميع الجنسيات الأخرى والذين توافدوا إلى السفارة السعودية، لأنهم يعتقدون أن المملكة العربية السعودية تبقى هي الحضن الآمن في مثل هذه الظروف، واتضح ذلك من خلال هذه الأعداد التي وصلت. بدون شك نعم. مثل هذا التعليق الذي سمعناه منك أستاذي نفتخر به، ولكن الثقة هنا تموضعت وتمركزت في صرارة المملكة العربية السعودية بما تمتلكه من إمكانات وقدرات وأيضا خبرة في هذا المجال. هناك كلمة شكر في الحقيقة نقدمها إلى سعادة اللواء الركن البحري يحيى عسيري ونائبه منصور سعود الجعيد وأركانه الخاصة وأركانه التنسيق، وأيضا إلى قائد قاعدة الملك فيصل على هذا العمل الاحترافي الذي يعكس ولله الحمد ما وصلت إليه قواتنا البحرية الملكية السعودية في مثل هذه الأعمال الإنسانية. نعم دكتور، بالتأكيد هناك خطوات أخرى قادمة بعد وصول هؤلاء الرعاية من الجنسيات الأخرى من خارج المملكة العربية السعودية، من خلال استضافتهم، الاهتمام بهم، مغادرتهم، حتى وصولهم إلى بلدانهم بأمن وأمان. صحيح، العمل لم يقتصر فقط على الجانب العسكري الإنساني، وإنما هناك امتداد لهذه الخطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الخارجية منذ بداية البيان الذي صدر من الوزارة بتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، حيث سيكون هناك في استقبال لهم وأيضا استضافة خاصة لهم في محافظة جدة، ومن ثم توديعهم وأيضا تسفيرهم أو عفوا توصيلهم على الخطوط السعودية الجوية إلى عواصمهم سواء كانوا دول عربية أو دول صديقة. نعم. وهذا ولله الحمد ليس بغريب كما تفضلت على المملكة العربية السعودية مثل هذه الأعمال التي سبق وأن عملتها ليس من دوافع مذهبية أو من دوافع دينية، وإنما من دوافع إنسانية، وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية. نعم، سؤال الأخير دكتور فواز، بحكم تجربتكم وعملكم في المجال البحري،
كيف أو ما مدى صعوبة الإجلاء في مثل هذه الظروف، في ظروف الحرب وتحت وابل النيران كما هو موجود الآن في السودان؟ هو رسالة للأخوة المدنيين بأن القوات العسكرية ليست فقط مقصورة على العمليات الحربية العسكرية، وإنما هناك جانب كبير تتدرب عليها القوات العسكرية ممثلة أيضا بالقوات البحرية، سواء كانت هذه قطع سفن بحرية أو من المارينز البحري أو أيضا من الطيران البحري أو أيضا من القوات الخاصة البحرية، يكون هناك تدريب خاص لمثل هذه المهام لإجلاء سواء عالقين دبلوماسيين أو تخليص رهائن معينة. ما قامت به المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادة الأسطول الغربي في مثل هذه العمليات هي فعلا تحتاج إلى تدريب لإتقان مثل هذه العمليات التي تحتاج إلى جمع معلومات وتحليل معلومات وأيضا التخطيط أثناء العمليات وما بعد العمليات، وهي في الحقيقة تحتاج إلى دقة، ولا سيما وأن هناك ظروف معينة عسكرية خارجة عن السيطرة في أرض السودان وأيضا على الحدود، وهذا مما شكل ولا يعني سرعة التنفيذ تعكس ولله الحمد التدريب الاحترافي البحري، لا سيما أن القوات البحرية الملكية السعودية هي في الحقيقة تعكس أربع عوامل أو أربع أبعاد مهمة في المارينز وفي القوات الخاصة وأيضا في الطيران وأيضا في السفن البحرية، عندما تقوم في تنفيذ مثل هذه المهام ولله الحمد يعكس ما يطلق عليها العمل المشترك الاحترافي، والذي ولله الحمد نفتخر به نحن كسعوديين بقواتنا البحرية إلى ما وصلت إليه مثل هذه الأعمال الاحترافية العسكرية البحرية. نعم، أشكرك الباحث السياسي الدكتور فواز كاسب معلقا معنا في هذه النشرة حول وصول سفينة جلالة الملك ينبع والتي تحمل عدد من الرعايا السعوديين والأجانب. شكرا جزيلا لك. قدم وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شكره للمملكة على دورها في إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، مشيدا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي استعرض الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين وتهدئة التوترات المتصاعدة في عدد من المواقع الحيوية داخل السودان، إضافة إلى أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. أكدت نائب القنصل العام للجمهورية العراقية في المملكة الأستاذة مايا هادي أن هنالك تنسيقا عاليا مع جميع القطاعات في المملكة لإجلاء الرعاية من السودان دون التفريق بين الجنسيات. كان التنسيق على مستوى عالي جدا، وتنسيق يوضح الجهود المبذولة والعظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تمثلت بكافة أجهزتها ومنها حتى وزارة الخارجية السعودية، وهذا بالفعل ما عودتنا عليه المملكة العربية السعودية الشقيقة، إنها هي أخ كبير لكل العرب ولكل الدول العربية، وهذه المبادرة الإنسانية العظيمة التي تتجسد أمامنا الآن والكل يرى بأم عينه هذه المبادرة الرائعة العظيمة التي شملت كافة الجنسيات ولم تقتصر على جنسية عربية. أكد القنصل اللبناني في المملكة الأستاذ وليد منقار أن 52 لبنانيا هو عدد اللبنانيين الموجودين في السودان، شاكرا القيادة السعودية على الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير وصول الجاليات من السودان إلى المملكة.
العدد اللبنانيين في السودان ليس كبير جدا، اليوم في عنا حوالي 52 شخص قادمين. توجه بالشكر الجزيل لقيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم، على كل التسهيلات والتوجيهات اللي أعطوها لوزارة الدفاع، لوزارة الخارجية، لكل القطاعات المعنية. المملكة العربية السعودية هي مملكة الإنسانية فعلا وقولا، لمسناها لمس اليد ومش أول مرة ومش متفاجئين، لأنه دائما كانت السعودية وما تزال وستبقى سند وعضد للبنان والدول العربية وغير العربية حتى. موظفين السفارة والله أنهم يشكون الطريق، هذا القيادة طال عمرك واجبهم، ما عملوا غير السعوديين من غير قطع الوقود، أمنوا لنا الوقود، قالوا لا أهم شيء نوصلكم لبر الأمان حد ما صعدونا على قفر. أنتم في مملكة الإنسانية الله الحمد لله، أهلا وسهلا بكم، جابنا نسمة خير على جنبكم. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وصول سفينة جلالة الملك ينبع لقاعدة الملك فيصل البحرية تحمل سعوديين ورعايا عدة دول قادمين من السودان. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الياباني الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.